اولى مساحتنا هي مساحتنا الطبيه. رح نحكي اليوم طبعا بشكل خاص عن طب الاسنان وتحديدا عن السكريات. اكيد الكل بيعرف انه تناول السكريات بكثره وعدم الاهتمام بالاسنان ممكن يسبب يمكن نتائج سلبيه، ولكن اظهرت الدراسات انه مجموعه من البكتيريا برا تنتج حمض سيء بالفم. هذا الحمض ممكن ياثر على ميناء الاسنان. اليوم نعرف تاثير السكريات على صحه الاسنان مع الدكتور ابراهيم الاكزام. يسعد لي صباحك دكتور. صباح الخير. يسعد لي صباحك. اهلا صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني اليوم عم نحكي معلومه يمكن من نحن وصغار نسمع كثير من اهالينا لحتى صرنا اكيد بهذا الامر، انه اكلنا حلو كثير ما فرشينا اسناننا صار في تسوس. اول شيء بدنا نوضح شو هو الحمض يمكن الموجود لحتى يسبب هذا التسوس، وبتنصح انت بتنصح دكتور نحن نوقف تناول حلو باي وقت بالنهار؟ تمام. هلا اول قبل ما نحكي عن الحمضيات اللي بتاثر بالتم بدنا نحكي عن تركيب الميناء تبع السن. هلا تركيب الميناء تبع السن تقريبا مثل ما حكينا قبل بمره 98% منه املاح معدنيه وبيغذيها جزء قسم كبير من شوارد الكالسيوم. نحن عم نحكي على ماده تركيبها الكيميائي عالي من شوارد الكالسيوم، اذا هي حتتاثر بالاحماض. يعني فينا نشبه نحن ميناء السن برخامه، رخامه المطبخ اذا اجى عليها حمض حتهترى. تمام. نفس الشيء هلا تناول السكريات بيتم الانسان في عنا جراثيم متاقلمه معه بنسميها الفلورا الفمويه. يعني هي بتستفيد من الجسم والجسم بيستفيد منها، وهي بصوره متوازنه يعني ما لها بضرر. بس تقوى هالجراثيم من تناول السكريات بتاخذ هالجراثيم والبكتيريا السكريات بتستقلبها وبتعطي احماض، تزداد نسبه الحمض بالدم. هالاحماض هي رح تلتصق بسطح السن يلي هو الميناء. العاج مخبى بالميناء والجزر تحت اللثه والعظم يلي مكشوف بالتم هو الميناء. حيصير في عندي تفاعل انا بين الحمض وبين البنيه الكلسيه الموجوده بالميناء، هذا حيأثر لتفكيك هالبنيه هي وتسرب المواد العضويه باتجاه العاج. العاج اغلب يعني 80% ل 85% من تركيبه مواد عضويه، حتتحلل حتعملنا شيء اسمه تسوس الاسنان. بالنسبه لتناول السكريات نحن ننصح كل مرضانا بالعنايه الفمويه. هلا يفضل ما نتناول سكريات بالفتره المسائيه على المساء. تمام. ونوع السكريات بيلعب دور. هلا السكريات اللصاقه هي اكثر ضرر، مثل الراحه مثلا هي بتلزق بالسن، هي ضررها اكثر من السكريات اللي عم بشربها مثلا مع الشاي او الزهورات او اي شيء. هذيك منحله مع الماء وبتروح دغري باتجاه الطريق الهضمي. مع العلم انه لها تاثير، كله له تاثير، بس في تاثير يعني وسط وفي تاثير مرتفع. التاثير المرتفع بصير مع السكريات اللصاقه، خاصه هالموجوده بالاسواق، هدول الجمز الصغار الدباديب وال تبعون الصغار. طيبين. تمام. طيبين بتلاقي يعني الام بتريح حالها مثلا تعطي ابنها كيس خود تسلى فيه، طيب هذا ضرر له، ضرر، وخاصة الطفل إذا كان بمرحلة اللاوعي يعني ما بيعرف يفرش أسنانه. هون المسؤولية على الأهل، المسؤولية على الأهل أكثر مما هي على الطفل. نوع السكريات بتلعب دور وفترة تناولها بتلعب دور مثل ما حكينا. طيب دكتور دي اليوم مقولة أنه البكتيريا الضارة بتتغذى على السكر ممكن تسبب أعراض معينة أو أمراض بالسن من تسوس إلى ما لا آخره، خلينا نذكرهم هلأ. تمام. هلا البكتيريا العايشه بالتم مثل ما حكينا هي متعوده على الجسم والجسم متعود عليها. السكريات مو بس السكر اللي عم نتناوله بشكل سكر صرف، موجود مع الطعام. يعني هلا فضلات الطعام فيها سكريات، مثل ما ذكرنا نحن انه هالبكتيريا والجراثيم هي بتتغذى على السكريات، بتفكك السلاسل تبعه بتعطينا حموض. حيصير عندنا في كثير امراض، يعني مو بس القصه انه تسوس اسنان، حيصير في عندنا ضرر باللثه، حيصير في عندنا ارتفاع بجلوكوز الدم يلي هو مرض السكري. يعني مثل ما قالوا حذاري الابيضين، هو السكر والملح هو اكبر ضرر للجسم. صحيح. طيب دكتور نحن دائما بنخاف على الاطفال، يمكن الكبير بيقول اذا اكلت حلو ممكن فرش اسناني، نظف تمي منيح قبل النوم، بس الطفل خاصه عند بزوغ الاسنان شو مدى تاثير هي السكريات على بزوغ الاسنان اذا بدنا نقول مو تسوس يعني؟ هلا هون مثل ما ذكرنا المسؤوليه على الاهل. الطفل تحت عمر 3 سنين مقلد لابوه وامه، يعني الاب بس يوقف او الام تفرش اسنانها تخلي الولد يوقف جنبه، معلش بس يصير الولد في عنده قدره حركيه. بياثر يعني على نمو الاسنان؟ بياثر على هو كتاثير ما بياثر، بس بياثر كضرر. كضرر يعني ميناء صار فيه سكر ملتصق، تحرضت البكتيريا عطت احماض. هون نحن فينا نعمل بالعياده كمراجعه دوريه للطفل شيء اسمه مس فلوري. مس فلوري انه نعطي فلور نحن للسن، لانه الطفل بهالمرحله ما حياخذ عنايه. اكيد.
اكيد نحن بنقدر نحمي السن انه نرفع الفلور على سطح السن. هون صار تاثير الحمض الناتج عن البكتيريا اقل على ميناء الاسنان. ومثل ما حكينا بحلقات سابقه يعني المسؤوليه على الاب والام. طفل ماله عرفان يفرش اسنانه، مو صعب الام تجيب شقفه شاش معقمه تلفها على اصبعها تمسح له. بعدين الفم هو وحده متكامله، ما له القصه بس اسنان، يعني في عندي لسه في باطن خد في لسان، هذا كلياته بيتاثر. نعم. وبيأثر اكثر عند الاطفال اللي بيطولوا بالبيبرونه اذا حليب فيه سكر، واكثر شيء بيبرونه بس ينام علي الطفل بالليل حيضل في عندي رواسب بالتم انا. هي كمان بتلعب دور كثير كبير. طب دكتور هلا بما انه عم نحكي عن السكر خلينا نحكي عن مرضى السكري. طبعا. كمان تاثير السكر على اسنانهم وحتى العلاج لهم طريقه خاصه يمكن بالعلاج، خلينا نحكي كمان عليها. هلا نحن اذا حكينا عن مرض السكري، السكري هو نمطين، اما النمط الاول او الثاني بنسميه الشبابي اللي بياخذ انسولين، او المرض الثاني النمط الثاني اللي هو بنقدر نضبطه بالخافضات الفمويه. مرض السكر هو صار معروف عند الكل واكثر انتشار يعني بالعالم كلياته. الحميه بمرض السكر هي الاساس ضروري. يعني هلا مريض السكر كمشاكل فمويه غير المشاكل اللي هي عم تأثر على السمع أو على البصر أو على الكلى أو على اعتلال الأعصاب المحيطية، هي المشاكل اللثوية، يعني التهاب اللثة المترافق مع السكر صنف سادسا من المرتبة السادسة من أعراض مرض السكري. هل سألنا حالنا نحن شو التداعيات السكر على الحفرة الفموية؟ أول شيء عندي جفاف الفم، تأثير السكر على الغدد اللعابية وبيأثر على جفاف الفم. الشغلة الثانية التهاب اللثة النازف. السكر الموجود بالدم بيعمل هشاشه بالاوعيه الدمويه، هالهشاشه هي اللثه ترويتها الدمويه عاليه حتصير اللثه هشه نازفه. بنفس الوقت حيطلع عندي انا عند مريض السكر رائحه فم خلونيه، يعني مثل الخل. نحن كاجراء وقائي هون لازم يكون في عندها زياره دوريه لطبيب الاسنان. هلا في ابحاث حديثه بالدول الغربيه طلعت عملت علاقه التهاب اللثه مع ارتفاع نسبه الجلوكوز بالدم. قالوا لك هي العلاقة هي علاقة متزامنة مع بعضها، يعني بس اللثة تكون ملتهبة بيكون عندي ارتفاع سكر دم. مشكلة نحن عندنا ثقافة مرض السكر، وأنا يعني في عالم قريبة علي عم نعاني معه بمرض السكر. بس العلاج عم بيكون حتى لو جراحي أو كذا له وضع خاص صحيح؟ هو بفكر حاله مريض السكر أنه إذا أخذ الحبة أو الأنسولين خلاص ضبط السكر بجسمه. هلأ كعلاجة مريض سكر بعيادة طب اسنان بده يكون في تنسيق مع طبيب الغدد. اهم شيء نعطي مواعيد صباحيه. ليش مواعيد صباحيه؟ هرمون الكورتيزول المسؤول عن ضبط السكر بالجسم بيكون عالي بالفتره الصباحيه. الشغله الثانيه نحن نسال المريض انت ايمت اخذ الانسولين حتى نحن ما نشتغل بفتره ذروه الانسولين. يعني عندنا الانسولين نوعين بطيء وسريع. النمط البطيء فينا نشتغل فيه نحن بعد 4 ساعات، النمط السريع فينا نشتغل بعد ساعة ونص لساعتين، لأنه الأنسولين حيكون بذروته. واشتغلت أنا للمريض بنخاف من هبوط السكر هون، وهبوط السكر كلياتنا نعرف أعراضه اللي هو التعرق، الرجفان، خفقان القلب، يعني هبوط السكر أخطر من صعوده. صحيح. بده يكون موعد صباحي، ضابطين الأنسولين بالجسم وقادرين نعمل أي إجراء علاجي. بس المشكلة عند مريض السكر هو تأخر بشفاء الجرح. هو التأخر بشفاء الجرح. تمام. عند الأشخاص الطبيعيين دكتور يمكن اللي ما بيعانوا من أي مرض لا سكر ولا أي نوع من الأمراض، كيف تكون رحلة العلاج؟ درجة الواصلة يمكن السن بالتسوس أكيد بتلعب دور برحلة العلاج والمدة، خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع عن العلاج. هي أول خطوة برحلة العلاج التنسيق والصراحة بين الطبيب والمريض. يعني إحنا هلأ مثلا على سبيل المثال عنا وباء الكورونا منتشر بالبلد. أنا مو غلط مريضي إذا موجوع ومعه كورونا أخي تعال عندي على العيادة بس صارحني قال لي أنا مثلا مصاب. نفس الشيء مريض السكر، نفس الشيء مريض القلب، مريض الضغط. هلا في مرضى بتتناول مثلا ادويه نفسيه بيستحي يحكي للدكتور. صحيح. بتاثر على العلاج كله بياثر. يعني هلا انا ادرينالين ما فيني اعطي تخدير ادرينالين مع وجود مرض بالغده الدرقيه. يعني بجوز اخسر المريض على الكرسي. يعني اول خطوه برحله العلاج اللي حكيتي عنها انت صراحه بين الطبيب والمريض. هون في مسؤوليه على الطبيب. يعني انا بالنسبه لي بالعياده بخلي الطبيب المريض يكتب بايده الامراض اللي موجوده معه على الفايل تبعه، هاي مسؤولية عليه. التشخيص هو مثل ما حكينا 99% من نجاح المعالجة. ما بصير يكون في معالجة بدون صورة شعاعية.
يعني الصورة الشعاعية مو بس أنا لشوف الأسنان، أنا بدي أشوف المفصل، بدي أشوف إذا في أضراس عقل من طمرة، بدي أشوف مستوى العظم، بدي أشوف مستوى اللثة. يعني هلأ نحن صار عندنا انتشار السرطان بالحفرة الفموية بنسبة يعني أعلى من قبل، كمان شيء مخيف صار، يعني صار شيء مخيف. في عندي مثلا الأميلوبلاستوما ما تنكشف بالفحص السريري. يعني أنا بنصح كل الأطباء يكون الفحص شعاعي وسريري بأول جلسة. نعم دكتور، دائما نسألك عن الأخطاء الشائعة بما يخص إن كان كمرضى السكري أو حتى كمرضى عم بيعانوا من الإفراط بتناول الحلويات وعدم الاهتمام بالأسنان حتى توصل لمرحلة كتير متقدمة بيهملوا السر. تمام. فخلينا نحكي عن بعض الأخطاء الشائعة اللي عم تصير مثل ما بيقولوا تسكيج وجع الأسنان حتى يوصل لمرحلة متقدمة، وأحيانا عم يحتاج لسحب عصب أو أعمال جراحية كمان. فخلينا نحكي عن هلأ أهم شيء الزيارة الدورية. الزيارة الدورية للطبيب بدها تكون كل 6 شهور، بدها تتضمن تجريف اللثة مع التنظيف لأي مريض كان، سواء مريض سوي أو مريض معه سكر أو مريض معه ضغط أو آفات قلبية. والجراثيم الموجودة بالحفرة الفموية إذا فاتت على اللثة وانتقلت من اللثة باتجاه الدورة الدموية تصل للقلب وتصل للدماغ، يعني بتعملنا التهاب سحايا، بتعملنا التهاب شغاف قلب. نحن على طول بننبه مرضانا الزيارة الدورية. أنا طبيب نفسي وبكون دكتور حالي بس راجع طبيبي، مو والله أكمش انترنت وحط جوجل والله دكتور أنا حسيت وجع، حسيت نفخة، أخذت حبة لونه أحمر وأسود، هذا شيء ما له مقبول. التهاب فورا تماما، يعني دغري بياخد دواء التهاب. أنت بجوز تضر حالك. وهلأ توصيات كمان بظل هالوباء أنه نحن نبعد عن دواء الالتهاب، بظل الكورونا نبعد عن دواء الالتهاب. الإنسان لازم يدير باله على صحته، لأنه الصحة هي أكثر ما يعني أكثر شيء كنز بالحياة، ومدخل كل داء هو الفم. أنا مالي أشطر من طبيبي، سواء كنت بطب أسنان ولا بمراجعة كلية ولا بأي مرض، طبيبي هو اللي بيحطني على أول خط العلاج. في كتير عالم بظل غلاء المعيشة وغلاء الأطباء بصورة عامة عم بيحاول يعالج حاله بإيده. طيب هون أنت كنت بنخر صغير، هالنخر صار سحب عصب، سحب العصب أخذت له مسكن ما رحت على الدكتور صار خراج، الخراج صار قلع. كل ما تأخرنا أكثر كل ما كان العلاج أصعب والكلفة أكثر. صحيح. حكيت بإشارة بسيطة دكتور قد ممكن يتطور مرض بالسن لدرجة أنه ممكن يسبب سحايا. خلينا نحكي عن أقصى درجات الخطورة أنت الشخص بيوصلها. طبعا التسوس له مؤشرات، شعور يمكن بالوجع مثل ما بنقول بيلمع السن أوقات، فخلينا نحكي عن درجات الخطورة اللي ممكن نوصلها بتفصيل أكثر. هلا اي شيء ما له طبيعي ضمن الحفره الفمويه حيعطيني انذار وجود مشكله. يعني مثلا بيجيني مريض دكتور عم بيلمع السن على الحلو، طيب بيكون في تسوس، عم بيلمع على البارد بيكون في التهاب عصب، عم بيجعني مثلا على العضو السخن بيكون في عندي خراج. نحن سبق وحكينا بحلقه قديمه عن الخراجات وسميناها القنابل الموقوته. صحيح. يعني الخراج قنبله موقوته بالجسم، مو بس بالتم، باي مكان بالجسم. هون ما في عندي انا اجتهاد شخصي، بدي راجع طبيبي. يعني انتقال هالقيح او التجمع الجرثومي الموجود بالعظم او باللثة تحت السن، انتقاله باتجاه معلم تشريحي مثل الجيب الفكي او الشريان الموجود تحت الفك او العقد اللمفية اللي تحت الفك، هذا بيعطيني ضرر بالمستقبل. يعني انا مرة حولوا لي طفل كان عمره 7 سنين، كان 3 شهور صار له بغيبوبة، التهاب سحايا، التهاب سحايا ناتج عن خراج تحت سني. يعني كانت معالجته جدا بسيطة، بس نفتح السن وننفس القيح ونعمل معالجة، ضل الولد 3 شهور. معقول دكتور لهالدرجة في إهمال إنه نحن سن في خراج؟ حتى بتوصل الأمراض خطيرة. تماما، يعني الولد بين الموت والحياة 3 شهور. بعد ما استقرت حالته عملنا دراسة أنا والطبيب المشرف عليه، طلعت المشكلة كلياتها عبارة عن خراج تحت سن بالفك السفلي، وانتقل هالإنتان كلياته على الدورة الدموية، لأنه الدم كله بالجسم عم بمر بكل الجسم من بالأوعية والأوردة والشرايين الناعمة، قدر يوصل هالشي هذا على دماغه وصار عنده التهاب سحايا. 3 شهور معاناة كانت تنحل ب5 دقائق.
طيب دكتور، يعني بالختام خلينا نحكي عن أهم النصائح اللي بتعطيها لكل العالم. كل العالم هلا بتعرف شتوية، متجهة للحلويات كتير، بتاكل بطريقة ممكن ما تهمل فيها الأسنان أو نظافة الأسنان، يعني ما بيكفي أنه بعد تفرش أسنان صبح ومساء، لا بعد الحلويات لازم يكون في تنظيف للأسنان. فخلينا نحكي كمان هاي نقطة كتير مهمة، لأنه عم نشوف أغلب الأمراض الأسنان هي نتيجة إهمال من تراكم الحلويات والسكريات عليها. هلا مرد نحن عم نحكي على البروتوكول الطبي، انه لازم يكون في عندي انا عناية فموية، تفريش الاسنان 3 مرات، استخدام المضامد الفموية، استخدام الخيط بين السني، المراجعة الدورية، محاولة ضبط النفس باتجاه الغذائيات. يعني انا فيني مثلا كتر الياف، هلا مثلا اغلب المرضى او اغلب مرضى السكري ننصحهم بتناول الالياف اللي هي الخضروات الفواكه، فيني اخذ هالسكر انا بشكل سكر بديل، يعني سكر طبيعي، فركتوز سكر طبيعي، يعني موجود بالبرتقال، موجود بالتفاح، موجود بالفواكه. العناية الدورية اللي حكينا عنها عن طبيب الاسنان والزيارات، عدم الاهمال عند الشعور بالالم، يعني كل ما بكرنا كل ما كان الحل اسرع وكل ما كانت الكلفة اقل، هي مجرد وعي لا أكثر ولا أقل. أكيد نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وأكيد بدنا نقول لكل الأشخاص يمكن هو الاهتمام مثل ما قلنا بالأسنان هو المفتاح لحتى نحافظ على أسناننا لفترة أطول، وفي حال وجود أي مشكلة لو كانت بسيطة نحل بسرعة. طبعا. شكرا.